Shada FM, la radio que j'aime. سعيدة بها جدا جدا ومبسوطة والجمهور كان عظيم. احكي لي بس عن اللحظة اللي طلعتي فيها على ستيج بليز. كانت أعظم لحظة بالنسبة لي وبجد نسيت نفسي ونسيت وصلحوني على الدنيا كلها. حبيبتي جمهور جمهور الموازين بياخد العقل باللبناني زي ما بتقول. ندمتي على كلمة الاعتزال بعد الجمهور اللي شفتيه؟ أكيد ندمت وأنا قلت إن أنا كنت هبقى أكبر مغفلة لو ما كنت شفت الجمال ده. فرحانة بالنجاح وأنك حطمت الركور بمنصة النهضة. الحمد لله فرحانة بي جدا وبشكر كل الفانز وكل الجمهور بشكرهم وبحبهم جدا جدا جدا. La radio que j'aime.